عشان كده بقول يا جماعه الدوالي بعملها امتى؟ لما يكون عدد الحيوانات المنويه في النورمال اقل القليل حتى يكون 5 6 مليون فيما فوق بقى، وتكون في تشوهات عاليه، هدور على الدوالي واعمل سونار واشوف دوالي. دوالي من درجه ايه؟ من درجه الاولى طبعا، لا دوالي من الدرجه الثالثه وانت طالع لفوق الثانيه، لو مشوهه تشويه جامد هبدا اعمل الدوالي. الدوالي لما تتعمل، انا رايي عمل الدوالي يا جماعه هتتعمل بمنظار، لكن ما يكونش واحد عنده 2 مليون او 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 100000 او 200000 او 500000 نص مليون او عنده 10 حيوانات نوويه يروح يعمل دوالي مرتين. خلاص كده انت بتعدم الموضوع خالص. لا انا ما بعدمش، انا عاوز احول ان انا بدل ما اصرف ماديا في حاجه غير مستهدفه، لا انا اصرف ماديا في حاجه مستهدفه.